انت بتصلي عشان الدنيا تتغير، عشان الناس تتغير، عشان الظروف تتغير، عشان البلد تتغير، انما ربنا اللي شغله من ورا ده كله ايه؟ ان حضرتك تتغير. انت مش مركز في اللي في ربنا مركز فيه. ربنا كل اللي انت بتصلي له ده هو عامل له حساباته، عارف البلد يغيرها ازاي وعيالك هيظبطهم ازاي، انما الازمة العظمى هي حضرتك ذاتك انت. المشكلة الكبيرة هي انت، انت لوحدك المشكلة. كل المشاكل الباقية دي عند ربنا هينة جدا. اصعب مشكلة عند ربنا هي انا، هي نظافة قلبي انا، هي دماغي دي. فساعات يسيبك تصلي تبقى مريض ومتضايق من المرض، او عندك مشكلة مزمنة عمال تصرخ فيها، كويس الصراخ جايب نتيجة مش في المشكلة، المشكلة دي سهلة قوي وليها مع التخل، انما القلب لازم يتغير، ومن كتر الصراخ انت عمال تنضف، عمال تروق. عشان كده ربنا يسوع قال يا اغبياء اليس الذي صنع الخارج صنع